صديقي كاولا سابيه ليه يا باشا؟ انفانتينو بنفسه قرر يعني منتخب المغرب ويقول هارد لك للمنتخب الامريكي. كاولا سابيه اشتروه المغاربه صديقي العزيز، انا بحب اقول معاك البتنجان بصراحه، بحب البتنجان اللي في دماغك ده، او اللي هو كاولا ستي يا عم بطيخي. منتخب المغرب مسك امريكا غسله، فطبيعي يا معلم ان انت تلاقي انفانتينو طالع يشيد بالمنتخب الكسبان. جاني انفانتينو رئيس جمهورية كرة القدم ورئيس الفيفا كتب على منشور في الانستجرام، قال لك لقد كان من دواعي سروري حضور مباراة ربع نهائي بطولة كرة القدم الأولمبية للرجال بين المغرب والولايات المتحدة في حديقة الأمراء بباريس. هتقول لي الله صديقي الراجل ده حضر بمناسبة دي، صديقي رئيس جمهورية كرة القدم برضو والبطولة من تنظيم اللجنة الأولمبية الدولية. بس معلش ده رئيس الفيفا برضو. أهاني المنتخب المغربي على فوزه الكبير، وأيضا أهاني المنتخب الأمريكي على لعبه الرائع طوال المسابقة، لقد ساهمتم جميعا في إظهار أن كرة القدم توحد العالم مرة أخرى. مستر جياني معلش يعني سؤال بايخ، هو منتخب إنجلترا فين؟ من بطل أوروبا فين في الأولمبياد دي؟ موضوع توحد العالم مرة أخرى والكلام الحمصي ده يعني عادي، طب فين منتخب روسيا؟ ما تسألش أسئلة بايخة، المهم أن كلام جياني إنفانتينو أتمنى أن هو يكون عجبك. يعني اتمنى ان كلام جيري انفانتونو يكون عجبك. الف مليون مبروك للمنتخب المغربي، تهنئه مننا كلنا كل فرد اتفرج على المباراه، الف مليون مبروك للمنتخب المغربي، فوز عن جداره واستحقاق وسحق للخصم كما يجب ان يكون.